ده طبعا وصول اللاعبين بعد انتهاء المران في ملعب التدريب ووصولهم الى ارض او فندق الاقامه في المغرب في الدار البيضاء. زي ما حضراتكم شايفين يعني على قد ما بنقدر الحقيقه بنحاول دائما ان احنا نكون مع حضراتكم لحظه بلحظه لكل لاعبي النادي الاهلي عشان تبقوا عارفين. شوف هنا هذه الصوره هنا الثلاثه اللي في خط الظهر يعني رامي وبدر وياسر ابراهيم. تحس ان العلاقه حلوه يعني في جو حلو. اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش. انا بشوف ده. خد بالك دي يا كابتن اسلام بتجيب بطولات. اوضه اللبس دي تبقى سبب رئيسي في ان الفرقه بتفوز ببطوله او المنتخب بيفوز ببطوله. اوضه اللبس. فانا شايف العلاقه ما شاء الله علاقه ممتازه يعني بين اللعيبه كلها. واكيد العلاقه اللي عامل العلاقه ده كابتن اسلام هيبقى راجعه برضو ان في جهاز فني كويس، جهاز فني طبعا. بيعرف يتعامل مع اللعيبه سواء بقى مدير الكوره، الراجل المدير الفني، الجهاز المعاون اللي موجود كله، الكابتن الخطيب موجود معاهم في 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 في, في المغرب وموجود في كل التدريبات حتى قبل ما يسافروا. فالجو ده جو اكيد ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق. وانا متفائل خير يا كابتن اسلام يعني يعني احساسي كده ان شاء الله يبقى في مكسب ومكسب مريح يعني ان شاء الله. وجود اللاعبين اللي خارج القائمه شايفه ان هو ليه؟ هنا اتعملت قبل كده كتير. أيوة. وكانت نقطه ايجابيه ما كانتش سلبيه. خد بالك ممكن الناس تقول العدد كبير بالظبط يعني اصل في ناس بتقول هذا الكلام عشان كده انا بقول لك اتعملت معاك كده اتعملت كتير قبل كده وكانت نقطه ايجابيه جدا. طالما انا ايجابيه من ناحيه ايه يا كابتن؟ ايجابيه من ناحيه ايه؟ بص يا كابتن انا ممكن اخد عدد كبير وانا متاكد ان انا جوه انا بره انا في المدرج انا مش يعني بتلاقي مش الروح خالص. يعني ده اللي بقول لك عليه يعني العدد الكبير ده هيبقى سلبيه امتى؟ لو انا مثلا انا كراجل مثلا مدير فني باجي اختار 11 لعيب قبل المباراه مثلا بيومين او بثلاثه عشان اعمل تكتيك معين فتبص تلاقي ايه بقى الناس اللي بره تعمل ايه؟ تبدا بقى اللي يلو بوزه واللي كشر واللي مش عارف تبص تلاقي الجو العام بتاع الفرقه مش حلو. لو انا باخد العدد ده وانا يقينا عارف ان هيبقى في مشاكل مش هاخد العدد ده.